احمد، ده اهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق شباب بلوزداد. اكيد يا كابتن اسلام، شباب بلوزداد دايما هو من الفرق اللي بتتعود انها تلعب جيم مفتوح، يعني جيم مفتوح، وده اللي انا بتمناه قصاد النادي الاهلي، ان هو يلعب جيم مفتوح. ده اللي بيدي دايما افضليه للنادي الاهلي، ده اللي بيدي دايما حريه التحرك حتى لمفاتيح اللعب اللي عند النادي الاهلي. اعتقد ان لا، شباب بلوزداد داخل بمعنويات مرتفعه، فوز اخير في الدوري، اعتقد ان على كلامهم، وده اللي مطمني بشكل اكبر، ان احنا داخلين بمعنويات مرتفعه، فده بيدي ثقه كبيره للعيبه، ودي دي انا محتاجها برضو، ان اللعيبه خلاص، وبرضو هو بيلعب النادي الاهلي بطل القاره، اعتقد ان ده هيدي افضليه للنادي الاهلي. طول ما انت بتلعب جيم مفتوح امام النادي الاهلي، هيبقى في ثغرات، هيبقى في مساحات ان مفاتيح اللعب عند النادي الاهلي، بس هو طريقة وخصوصا لعبهم زي ما شفنا هنا حتى في المباراة اللي تعادلنا فيها هنا، هي طريقة لعب مقفولة سواء هنا أو حتى هناك. على فكرة أعتقد إن قدام النادي الأهلي هيلعب بهذه الطريقة الكومباكت اللي هو قافل واعتماده على الهجمات المرتدة. هو برضه كسب بكورة، كسب ما كسبش أهو تعادل. انا بص يا وجهة كابتن نظري اسلام، يعني، أنا ما أعرفش كلامك مظبوط، لكن أنا بتكلم لو أنا مكان الباكيتا هعمل كده. ده اللي انا بتكلم فيه، ان انا لو انا عايز اقفل اللعب على النادي الاهلي او اضايق النادي الاهلي، ان انا هلعب كومباك، اضيق مساحات، هلعب على الكونتر اتاك، لكن ما اعتقدش ان فريق شباب بلوزداد هيلعب كده. وده اللي انا بتمنى، ان هو يلعب جيم مفتوح، ممكن على بعض الفترات يضغط عالي على النادي الاهلي، بحيث النادي الاهلي دايما من الفرق اللي بتتحضر وبتطلع بالكره من تحت. اللي انا بتمناه برضو ان النادي الاهلي ما يغيرش استراتيجيه اللعب بتاعه النادي الاهلي، ان هو دايما بطلع بالكره من تحت، بنهاجم مجموعه واحده وبندافع بمجموعه، ده كومباكت واحد. اعتقد ان مستر كولر هيبقى دارس في نقط القوه والضعف. انا بشوف اضعف الخطوط عندهم هو خط الظهر حقيقي حتى، والكور البينيه اللي عشان كده ممكن هما دايما عندهم تلاقيهم بيلعبوا قريبين من بعض مضايقين مش بعيد. مساحات، في بعض الفترات ممكن يكونوا بيضايقوا مساحات عشان الخطأ ده ما يقعوش فيه، لكن الملكة اللي عند مفاتيح لعب النادي الأهلي بتقدر صحيح، تستغل ده بشكل كويس عن طريق إمام عاشور أو عن طريق قفشة في المنطقة اللي هي ما بين الخط الظهر ونص الملعب. فأتمنى إن يكون مفاتيح اللعب عند النادي الأهلي في حالتها، وده اللي دايما في المباريات الكبيره، ده اللي انا بتمناه، ان دايما لعيبتي انا لما بتبقى في حالتها، او لعيبه النادي الاهلي بتبقى في حالتها، اعتقد المباراه هتسهل عليهم بشكل اكبر. مجموعة فيها الأهلي، شباب بلوزداد، مدياما، يانج أفريكانز، شايفها إيه؟ قوية، ضعيفة، متوسطة؟ بص يا كابتن اسلام، على الورق مجموعه ضعيفه، يعني مجموعه ضعيفه، لكن على ارض الواقع الفرق الصغيره دي بتضايق الفرق الكبيره، وخصوصا لو انت حتى النادي الاهلي مش نازل اه، ما بكامل ده مهم تركيزك. جدا لأنه الناس فاكرة إن أنت إيه، رايح تلعب ماتش يعني. لا، مباريات، بص كابتن، اصعب مباريات، مباريات مش هنقول صغيره، مع الفرق اللي هي ممكن زي ميديما ملهاش معالم، او فرق مع احترامي ليها ان هي ما تقدرش تدرسها بشكل كويس، او ملهاش، ممكن بتلعب بطرق عشوائيه شويه، لكن دي اللي بتبقى مباريات صعبه. لكن النادي الاهلي حتى مع الفرق الكبيره خلاص بتقدر دارس الفرق الكبيره، عندهم نقط قوه كذا، عندهم نقط ضعف كذا، لكن مع الفرق دي اعتقد على الورق هي فرق سهله، لكن على ارض الواقع لا، الموضوع مباريات صعب بتبقى جدا. صعبه جدا، صحيح، خصوصا حتى لو لا قدر الله في نتيجه، ده بيسبب عليك ضغط حتى كبير، ويمكن ده ظهر في النسخه الاخيره مع النادي الاهلي، وده الدروس اللي لازم يتعلمها لعيبه النادي الاهلي، ان انت ممكن مع فرق صغيره بتسبب لك نتائج سلبيه، ممكن بتاخد منك شويه معنويا، بيسبب عليك ضغط بشكل اكبر، ان انت بتبقى مطالب ان انت تكسب، وده النادي الاهلي دايما لما بيبقى محطوط تحت ضغوط ان انت مطالب ان انت تكسب، الاداء ما بيبقاش احسن حاجه، فعشان كده لازم لعيبه النادي الاهلي تسهلها من بدري، لازم لعيبه النادي الاهلي تحسمها من بدري، فده اللي انا بتمناه حتى مع الفرق دي.